السلام عليكم التأويل السلالي للإسلام في ذكرى جمعة رجب وتقديم ذاته كحفيد لعلي بن أبي طالب والتعامل مع اليمن كميراث سلالي للبطنين الإفراط في تجيش اليمنيين بلافتة السلالة العودة إلى مربع معركة صفين التي جرت في أراض غير يمنية وإسقاطها على اليمن هذه المضامين وغيرها جاءت في أحد أطول خطابات عبد الملك الحوثي في جمعة رجب التي تعاطى معها كميراث كما هو حال القرآن الذي تم السطو عليه تحت لافتة المسيرة القرآنية. زعيم الميليشيا الذي ظل لأكثر من عامين ينكر العلاقة بين ميليشياته وبين طهران التي تعد حليفتها الأبرز فيما يتعلق بإمدادات السلاح تحدث عنها أمام الملأ وقدم ذاته كملحق لذات المشروع وأحد مخالبه في المنطقة. خلال عامين لم تقدم طهران لليمنيين غير سفن محمله بالاسلحه والصواريخ الحراريه وعشرات الخبراء العسكريين التابعين للحرس الثوري الايراني ولا يتذكر اليمنيون ان طهران قدمت شحنه مساعدات انسانيه واحده باستثناء سفينه كانت محمله بمياه معدنيه واطنان من كتب الخميني الاصوليه. التلويح بتنامي الدور الايراني هو نقل للصراع الى مراحل اعلى. واستدعاء جديد لنظام الملالي تلغيما للمنطقة خاصة مع اقتراب نذر معركة السعادة ميناء الحديدة الذي يعد رئة تتنفس من خلالها ميليشيا الحوثي حول هذه المضامين سيكون نقاش حلقتنا لهذا المساء ينضم لنا أو لي هنا في الاستوديو الباحث في العلاقات الدولية الأستاذ عادل المسني أهلا بك أستاذ عادل أهلا بك إذن مشاهدينا الكرام سنبدأ النقاش بعد أن نتابع وإياكم هذا التقرير الغزو التكفيري الغزو التكفيري لبلدنا هذا غزو يستهدفنا في هويتنا الثقافيه وكذلك في اخلاقنا وفي سلوكنا وفي عاداتنا وتقاليدنا الاسلاميه بهذه الكلمات افصح عبد الملك الحوثي في خطاب مكرر وممل عن الهويه الخاصه والقاتله للهويه اليمنيه الجامعه التي تعرضت للمحو الامامي عبر التاريخ خرج العقل الباطن للمشروع الإمامي إلى العلن أكثر من أي وقت مضى في عصر شاشات التلفزة التي أعادت بث الظلام المغروس في بطون الكتب والميراث الأسود التي حوته سلسلة الظلام التحريض والتكفير بلغ ذروته مع بروز الخطابات الهائجة للإنقلاب في الأيام الأخيرة التي تضمنت انفلاتا غرائزيا قائما على البطش والتهديد من قبل الجناح السلالي للإنقلاب ممثلا بالحوثي الجناح العائلي للانقلاب هو الآخر يتبارى مع الحوثي في بث خطاب انقسامي يستند إلى خلفية مناطقية سوداء لا تقل في مخاطرها عن الخلفية السلالية ممن يقدمون ذاتهم أحفاد النبي وحملة الإسلام الخاص المفروغ من عموميه المساواه الانسانيه. الخطابات المطوله والممله بحسب متابعين تعيد الى الذاكره التسجيلات المطوله للكيانات الارهابيه والديكتاتورية التي كانت تبث في لحظات ما قبل السقوط الى مسامع الشعب المزيد من الهذيان بينما تتهاوى ارض الواقع كل يوم الشابات في الدعاره والرذيله والى الافساد الاخلاقي التفكير الظلامي والعداء العلني للمؤسسات التعليمية والحريات الشخصية بدعاوي الاختلاط حمله الخطاب الاخير لعبد الملك الذي استحضر اغلب المفردات الامامية باستثناء امير المؤمنين ومولانا الامام والتي لم تحضر بعد. تركز الخطاب الحوثي على المناطق الخاضعة لسيطرته في هذا التوقيت تحديدا وحمل التهديد الجماعي لمن لا يسير في المركب الذي اوشك على الغرق. الاعتراف العلني والدفاع الصريح عن النفوذ الإيراني في المنطقة جديد الخطاب من الناحية السياسية الذي حمل تأكيد المؤكد عن الجماعة التي تقوم بدور عصا البلياردو في خاصرة اليمن والجزيرة مجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام وهنا بضيف الاستاذ عادل المسني استاذ عادل دعنا نبدا بشكل اجمالي لربما تابعت او بكل تاكيد تابعت هذا الخطاب والخطابات الاخيره لزعيم ميليشيات الحوثين وكذلك الخطابات التي قام بها زعماء الانقلاب بشكل عام كيف تقيم هذه الخطابات عموما؟ أقيمها هنا في ظل التطورات على الساحة الداخلية والإقليمية والدولية، هناك تطورات هائلة جدا على المستوى الداخلي هناك عملية عسكرية واسعة استطاعت أن تسلخ الساحل الغربي وهي الآن تسير بشكل متواتر باتجاه أيضا تطهير آخر المعاقل في هذا المسار وهي الحديدة لما لها من أهمية بالغة على الإنقلاب، أعتقد هناك أيضا تطورات إقليمية ودولية تتناغم كلها مع الشرعية والتحالف في أيضا إتمام هذا المسار وهي تحرير الحديدة أعتقد أنه ألقى بظلاله أيضا على الضائقة النفسية الظاهرة الآن والانكشاف الكبير للحركة الحوثية والتي هي أول مرة يفصح عن هذا الانكشاف وارتباطه المباشر بإيران وهذا أيضا يعبر عن مدى العزلة التي يعاني منها الحركة الحوثية في ظل هذه التطورات الداخلية والإقليمية والدولية التي تندفع باتجاه تناغم كبير مع الشرعية والتحالف باتجاه قلنا تحرير الحديدة أن عكس على هذا الخطاب كيف الذي ما ظاهر هذا الانعكاس في خطابات عبد الملك الحوثي تحديدا الخطاب الاخير كان الخطابات السابقه تحاول دائما تتخفى وراء شعارات الثوره وغيرها وكان ينكر باستمرار ارتباطه المباشر بايران او ان هناك عناصر الايران موجوده في مهم. الساحه اليمنيه وانها تعبير عن ثوره جارفه في الداخل وحاضنه واسعه للحركه الحوثيه وبالتالي الان تماما الموقف متغير تماما مع هذه التطورات الكبيره هنا ارتباط كامل بايران وهذا واضح أيضا وهذا أعتقد أنه يأتي مع هذه التطورات وأراد أيضا يخاطب أعتقد أنه خطاب للداخل أكثر منه للخارج للتعبئة للداخل لأنه يشعر بانكشاف كبير نتيجة لهذا التطورات أعتقد أنه هو يحاول الآن الارتباط بإيران ليعطي انطباع ويوحي لأنصاره بأنه أيضا إيران خلفه ولن تتركه أمام هذه التحولات الكبيرة على المشهد الإقليمي والدولي وأن إيران حتما موجوده وهو ايضا متصل وبدا ايضا يتصل من خلال هذا الخطاب الاخير، اعتقد أن المشهد العسكري هو اثر بشكل بالغ على هذه النفسيه وظهر هذا من خلال الان التجهيزات الهائله والعمليه العسكريه الواسعه التي ستدشن باتجاه الحديده لما للحديده من اهميه بالغه على الانقلاب على اعتبار اخر الشرايين التي تمد الانقلاب بالحياه، ناهيك ايضا عن اخر القلاع التي ايضا يستفيد منها او يرتبط بها بإيران عن طريق توريد الأسلحة بشكل مباشر طيب أعتقد أن قطع هذا الشريان سيؤثر تماما على الحركة العودية وهذا أيضا انعكس الآن من خلال هذا الانكشاف الكبير طيب إذا ما دخلنا أكثر إلى عملية تحليل مضمون لما جاء في خطابات عبد الملك الحوثي والانقلابيين عموما إذا ما أردنا دراسة هذه العلاقة بين ما يدور على الصعيد السياسي والصعيد العسكري ما هي المضامين التي قيلت ويبدو او يتضح من خلالها ان الوضع يتاثر بالنسبه لهؤلاء الزعماء اعتقد انه النقاط المهمه والمفصليه اعتقد انه التحالف له خطه استراتيجيه من خلال تطهير الجنوب والان الساحل الغربي لما له من اهميه ايضا وله تاثير ايضا على الملاحه البحريه والان الحديده، الحديده ايضا هي اخر معاقل في هذا الشريط مهمه ايضا لانها ستعزز قبضه الدوله على هذا الساحل المهم ايضا ستعطي ايضا انطباع بان الشرعيه هي من تهيمن على الوضع الداخلي بشكل كامل وبخاصه الملاحه البحريه التي ترتبط تربط المصالح الاقليميه والدوليه بهذا البلد المهم وهو اليمن هذا مهم ايضا المهم الجانب الاخر وهو قطع علاقه هذه الحركه الحوثيه بايران بشكل كامل بعد ما تواترت اخبار بتمويل ايران لهذه الحركه باسلحه خطيره تهدد ايضا الامن الاقليمي برمته وخاصه المملكه العربيه السعوديه من خلال الصواريخ البلاستيكيه التي بدات تستهدف ايضا دول الجوار بلستية. البالستية التي بدأت تستهدف الدول الجوار أعتقد أن هذه نقاط مهمة واستراتيجية دفعت بالشرعية والتحالف للسيطرة على الحديدة أيضا الموارد الاقتصادية المهمة التي تتغذى عليها الحركة الحوثية من خلال هذا المنفذ البحري المهم والميناء الرئيس للشمال أعتقد أن السيطرة على هذه المنطقة له تداعيات كبيرة جدا ليس فقط على المشهد العسكري وإنما أيضا على النفسية للحزام القبلي ال ال الذي يمون الحركه الحوثيه دائما بالقبائل، اعتقد انه هناك ايضا منطقه متقدمه جدا للشرعيه وهي في نهم وهي تحقق انتصارات كبيره وعلى بعد كيلوهات من صنعاء، اعتقد أن السيطره على الحديده وتحريها سيلقي بظلاله على نفسيه الحزام القبلي الكبير الذي يتمال الان مع هذه التطورات العسكريه الكبيره والتي حاول ايضا الحركه الحوثيه والخطاب الاخير يحاول ان يعبئ هذه الجماهير بانه ايضا مرتبط بدوله عملاقه مركزيه في المنطقه وهي ايران وان لا قلق من هذه التطورات، اعتقد انه هذه التطورات مم. يعني انت ترى ألقى... استاذ عادل أنا اقصد الان ولو قاطعتك المعذره، يعني انت ترى ان هذا الخطاب هو موجه بالاساس لمن هم بداخل اليمن لمن هم تحت سيطرة او يقعون في مناطق تحت سيطرة ميليشيات الحوثي وميليشيات الانقلاب، هل ترى ذلك بالاساس؟ بلا شك التعبئة هي الهادفة لهذا الحاضنة الذي يريد الحوثي الان وهو يشعر بان هناك تماهي كبير مع هذه التطورات على المستوى العسكري والسياسي الاقليمي والدولي، خاصة ان هناك ايضا مؤشرات كبيرة جدا لوقوف الولايات المتحدة الامريكية مع التحالف في التحرير الحديدي، وهناك ايضا تصريحات مهمة م. لمنسق الاغاثة في للامم المتحدة ايضا بايجاد مناطق بديله لميناء الحديده اعتقد ان هناك مؤشرات اقليميه ودوليه تدفع ايضا في هذا الطريق هناك وضوح كامل وهناك تاكيدات قويه بالتوجه باتجاه الحديده هذه النقطه المفصليه والمهمه والاستراتيجيه التي ستلقي بظلالها اعتقد ان هذه الخطابات متاثره بشكل بالغ وكبير بهذا التحول الاستراتيجي في المشهد العسكري هناك الكثير يعني بالاضافه لما قلته استاذ عاده هناك الكثير من يعطي اهميه ويبدي اهميه كبيره لارتباط هذه الخطابات بالبعد التاريخي والموروث الذي يعني يستمده الحوثيون من تاريخ الامامه عموما دعنا في هذه النقطه يعني ينضم لنا في الحوار لهذه النقطه الكاتب والباحث الاستاذ ثابت الاحمدي الذي ينضم لنا عبر الهاتف من الرياض اهلا بك استاذ ثابت. اهلا وسهلا بكم استاذ ثابت هذا الخطاب الاخير لعبد الملك الحوثي وبقيه خطابات زعماء الانقلابيين لا شك انك تابعتها ما هي يعني ابرز النقاط التي تعكس ارتباط موروث الإمامة موروث السلالة والحكم سواء السلالة العائلي أو ما شابه العنصر العائلي بالأصح في هذه الخطابات الخطاب الأخير هو بشكل عام أستطيع أن أقول أنه كسابقة وسيأتي الخطاب الذي بعد والذي بعد والذي يليه حتى بعد سنوات يعني إذا بقي في مجيئة كان سيكون هو نفس الخطاب آه خلاصته نحن خلاصته نحن اولى بالحكم منكم نحن اسيادكم آه وانتم العبيد نحكمكم او نقتلكم هذا هو منطقهم التاريخي عبر الزمن ولم ياتي بجديد ولم ياتي من جديد ابدا هذا هو منطقهم وهذا هو شعارهم لانهم يستندون الى نظريه صلبه آه وصلبه في نفس الوقت غير قابله للتفكيك وغير قابله للاخذ والرد وغير قابله للاعتراف اصلا بالاخر ابدا هناك من يتحدث على ان في هذه الخطابات ارتفعت وتيرة التحريض الهياجان أيضا بداخل هذه الخطابات خصوصا في خطاب الانقلابين الأخير ما الذي يعكسه ذلك برأيك؟ من منظور سيكولوجي يقرر علماء النفس أن أي أي انفعال هو ناتج عن مخاوف وبالتالي نستطيع نقول ان الانفعالات التي ظهرت بتلك الصوره لدى خطاب الحوثي هو ناتج بالتاكيد عن مخاوف لانهم يدركون ان مسالتهم هي مساله او مساله بقائهم مساله وقت لا اكثر هذه هي سنه الله في الكون لن يبقوا مطلقا ابدا مهما كان المساله مساله وقت وسيقتلعهم الشعب وسيقتلع جذورهم الى مزبله التاريخ ان شاء الله آه كان لا بد ان يكون آه منفعلا كان لا بد ان يكون خائفا لانه يعرف ان ساعه الحسم اقتربت وان يعني آه صفوفه قد تخلخلت ايضا من داخل في الوقت الذي تزحف هو الشرعية من من خارج اطاره ومن خارج آه بنيته آه الجغرافيه <applause> طيب جاء في خطاب عبد الملك الحوثي استاذ آه ثابت آه نوع من تقديم الذات انه حفيد لعلي بن ابي طالب هل هو يحاول اعاده انتاج موروث الامامه؟ هل يريد ان يؤول الاسلام سياسيا لمصلحته بشكل سلالي؟ ما الذي يهدف اليه؟ وكما قلت سابقا يستند الى نظريه تاريخيه نحكمكم او نقتلكم مدعيا يعني حقه الالهي في الحكم وهي كما قلنا سابقا وتحدثنا نظريه كهنوتيه لا علاقه لها بالدين مطلقا مجرد زي في ادعاء لا اقل ولا اكثر هذا هو عبد الملك الحوثي وهذه هي نظريته آه التي اصبحت من الماضي ولم تعد من الحاضر ولا وليس لها اي ارتباط اصلا بالحاضر اليوم ابدا ولن يكون لها مستقبل ابدا طيب برايك الان هناك كانت عوده ايضا او مضامين عوده الى مربع معركه صفين التي يعني جاءت في اراضي غير يمنيه كذلك كانت في شان غير يمني تم اسقاطها علي اليمن في سياق يمكن الحديث علي انه زمكاني مختلف لماذا جاء ذلك عفوا هذا السؤال كان يعني اشار عبد الملك الحوثي في ضمن الخطاب الى او كان فيه مضامين لعوده الى معركه صفين كانت يعني هذه المعركه جرت في اراضي غير يمنيه في شان غير يمني ايضا اسقطت على اليمن الان في سياق زماني ومكاني مختلف لماذا جاءت الان بشكل عام يا عزيزي عبد الملك الحوثي ليس له اي جديد يقدمه حتى الخطابات أه حتى الخطاب فشل في الخطابات يعني لم لم يعد لديه شيء يقدمه على ارض الواقع ولا في الخطاب كذلك وخطابه الاخير هو نتاج او انعكاس لازمه نفسيه تمر بها الجماعه ويمر وي ويمر بها هو نفسه ولن يكون له اي جديد مطلقا أه هو تخبط ال 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 يعني تخبط الصريع تخبط ال ال العشوائي أه تخبط الذي ليس يجد او لا يجد ما يقوله وما ما يقدمه للناس مطلقا وعبد الملك الحوثي يلفظ انفاسه وجماعته يلفظون أنفسهم الاخيره وقريبا ان شاء الله سيغادرون مربع يعني هذا الانقلاب او مربع الحياه السياسيه الى الابد ان شاء الله. طيب الان بسؤال اخير استاذ ثابت ما الذي سيؤثر عليه هذا الخطاب على الناس غير المؤيدين لميليشيات الحوثي بشكل أساسي لكنهم مواقعين في النطاق الجغرافي للمناطق التي يسيطر عليها عبد الملك الحوثي يراهن على الجهة التي من الناس للأسف الشديد لم يعد أحد يسمع خطابه أو يكترث له أو أو يعنيه بأي أي شيء يعني نحن استمعنا لهذا الخطاب أو لم نستمع لا يعنينا بأي شيء مطلقا هناك بعض الجهة الذين يصفقون له والذي يعتمد عليهم لأن هذه الجماعة وهذه النظرية تعتمد على تجهيل الناس وبدونة القبائل فهو يعني من باب يعني توجيه ورفع المعنويات فقط لمن تبقى لهم من البقية الباقية من أتباع الأمر ليس أكثر من هكذا إذا أشكرك الأستاذ ثابت الأحمدي كنت معنا عبر الهاتف من الرياض وأنت الكاتب والباحث شكرا جزيلا لك أعود إليك أستاذ عادل كان هناك كثير من الجمل التي ارتبطت بالماضي كما تحدثنا مع الأستاذ ثابت الأحمدي كذلك هناك من يقول أن ما كان ما كانت تفكر به قيادات الجماعه بدأ يخرج الى العلن شيئا فشيئا منذ الانقلاب وما قبله حتى إلى الآن ويظهر في هذه الخطابات بشكل أكبر هناك يعني الدندنه أو العمل على رتن التكفيريين وكذلك بالمقابل أشداء على الكفار هذا الأمر كله كيف يعني يحلل في سياق المضمون الخطابات هذه أستاذ اعتقد انه قلنا كما اشرنا قبل قليل انه التداعيات التطورات الهائله في المسار العسكري والسياسي الاقليمي والدولي في اتجاه ايضا التناغم الكبير مع الشرعيه والتحالف اظهر كل هذه التناقضات وبدا يكشف عن الشخصيه الحقيقيه لهذه الحركه الطائفيه وبدا الان يعبر عن طائفيته بشكل كبير وارتباطه ايضا بايران اعتقد انه البعد الايراني واضح بجلاء الان من خلال هذا الارتباط الكبير من خلال هذا الخطاب كان في اليمن نعبر دائما عن هذا البعد وانها حركه طائفيه تمثل ذراع لايران لكن كان يتستر وراء قلنا شعارات الثوريه وغير ذلك الان بدا ينكشف بشكل كبير لانه لم يعد لديه ايضا خيارات ولا هامش للمناوره الميدان على مستوى الميدان وعلى المستوى العسكري انهزامات متواتره الان القوات الشرعيه على مقربه من صنعاء الساحل الغربي تطهر بالكامل والان اخر مع حشود اقليميه ودوليه كبيره اصطفاف دولي واقليمي كبير في اتجاه ضرب اخر معاقل وسلخ الميناء الرئيس وهي الحديده، اعتقد انه انكشاف عسكري وهزائم وانهيارات كبيره ومذله بحق الحركه الحوثيه تماما تلاشى هذا البعد، بدا الان يظهر بشكل كبير عن هذا الانتماء وهذا البعد الطائفي المقيت بشكل كبير وبدا الان الظهور بشكل واضح ولا لا يختلف عن الحشود في العراق وعن حزب الله وعن الجماعات في سوريا المذهبيه وبالتالي هناك ارتباط الان كامل وهناك انكشاف للشخصيه الايرانيه التي تحرك هذه البؤر في المنطقه وهذا واضح ايضا من خير هذه من خلال هذه التفاصيل التي يبين عليها واستدعاء ايضا الخلافات التاريخيه الان واسقاطها على اليمن من خلال صفين وغير ذلك، الان البعد الطائفي هو المهيمن والواضح على العقليه الحوثيه وهذا يظهر الان لانه تلاشت كل الابعاد الاخرى امام هذا الواقع الجديد الذي بدا يتشكل بدفع كبير للقوات الشرعيه والتحالف والانتصارات التي بدات تحقق تماما بوادر كبيره جدا بت اتجاه الحسم، انكشف الحركه الحوثيه بدأت تعبر عن بعدها الطائفي بشكل كبير وتحاول ايضا التعبئه بهذا الاطار بانها حركه ترتبط ايضا بدوله عملاقه وتحاول تستجدي امام هذه العزله الاقليميه والدوليه والانتصارات الكبيره وتستجدي بإيران البعد المهم في الاقليم. اعتقد تفضل تعتقد بماذا؟ اعتقد انه هذه الانتصارات وهذه الحشود الكبيره باتجاه الحديده هي التي دفعت باتجاه هذه الضائقه النفسيه وبدا الان يكشف عن اوراقه وبدات التقيه التقيه تسقط الان ويظهر بشكل جلي ويعبر عن شخصيته الطائفيه التي كنا دائما نرفضها كواقع يمني كثوره أه. يمنيه كشرعيه كتحالف لا يمكن ابدا القبول باذرع لايران في هذا البلد العربي الاصيل ولا يمكن ابدا القبول وبدا الشعب اليمني ينتفض في من اقصى الى اقصى باتجاه هذا التموضع المرفوض تماما، التموضع الطائفي المقيت، بدأ الآن يعبر ويكشف عن أوراقه بشكل واضح. طيب في لقاء للمبعوث الأممي جمال بن عمر تحدث على أن أو عفوا إسماعيل ولد الشيخ في قناة الفرنسية على ما أذكر، تحدث على أن هناك يعني اعتراف من قبل ميليشيات الحوثي بإرتباطهم بإيران بشكل واضح، لكن بالمقابل رسمياً إيران لا تعترف بذلك. هذا الامر يعني كيف يتم كيف يجب توظيفه في القضيه اليمنيه برايك إيران هي حادة حتى في العراق وفي سوريا تحاول تتخفى بشكل كبير لأن ما يحصل في سوريا في العراق من حشود أو في الحركة الحوثية أو في مجامعة التي تقاتل في سوريا هي غير قانونية ولا ترتبط بأي صفة مرجعية بالقانون وبالتالي هي حركات خارج القانون تمارس عمل توحشي في العراق أو في, في, اليمن وبالتالي لا يمكن لإيران أن تعترف بهذه الأضرار بشكل معلن وبشكل رسمي لأن ستلاحقها أيضا أصابع القانون في لكن بالمقابل هناك تصريحات كثيرة من مسؤولين سواء في الحرس الثوري سواء في برلمانيين أو ما شابه تؤكد أن هذه العلاقة موجودة نعم وهناك أيضا دعم خفي تمارسه إيران سواء بالتسليح أو التدريب أو غير ذلك وأيضا حتى يعني فرق من الحرس الجمهوري تشارك أو مجموعات من الحرس الثوري, الحرس الثوري الإيراني تشارك في العراق وفي إيران وغيره لمسائل لوجستيه كثيرة هذا واضح أيضا من خلال التقارير لكن إيران لا تحاول أيضا أن تعترف بهذه بشكل رسمي لأنها ستلاحق وبالتالي لأن ما يحصل في العراق واليمن هو انقلاء وخروج تماما على القانون انقلاب باليمن وحشود ليس لها اي صفه قانونيه في العراق وبالتالي تمارس عمليه توحش واسع داخل العراق وهناك قتل بالجمله وهناك يعني خرق كبير للقوانين في سواء في في كل طيب هذه الدول ما يجري في العراق هو قد يكون مفهوم باعتبار ان هناك نوع من العلاقه ما بين النظام الرسمي هناك والميليشيات الايرانيه او ايران بشكل رسمي او ترحيب رسمي على الاقل لكن في اليمن العلاقه هي مع الحكومه الشرعيه معدومه بشكل كبير ليست هناك سفاره ايرانيه رسميه في اليمن هناك تعامل مع انقلابيين هذا الامر على الصعيد الدولي كيف كيف يوظف او كيف يتم التعامل معه أعتقد على مستوى الصعيد الدولي هناك استجابة لهذا البعد هناك الآن تقارير كثيرة الآن بدأت تتحرك مع الإدارة الأمريكية الجديدة وبدأ استغلال هذه الثغرات وهذه القروقات الكبيرة جدا بما ينعكس أيضا وبالا على إيران وعلى دورها في المنطقة وهناك مهم. تكتل إقليمي ودولي كبير من خلال الإدارة الأمريكية واصطفاف كبير مع الشرعية ومع أيضا التحالف نتيجة لهذا البعد ولتدخل إيران في سياسة الدول الأخرى سواء في العراق أو سوريا أو اليمن بهذا الشكل والمخزي وهناك تقارير تثبت تماما هذه القروقات مم. هذا بعد مهم جدا أدى إلى تداعيات إقليمية دولية أيضا تصطف من مع الشرعية وهذا أيضا المخيف والمرعب على الحركة الحوثية وهي تشعر تماما بهذا التماهي الكبير مع الشرعية خاصة حول أيضا تحرير الحديدة أعتقد أن الحديدة كانت خطا أحمرا كصنعاء تماما في السابق لكن الآن بدأت هناك استجابة إقليمية خطأ أحمر بالنسبة لمن؟ خطا احمر للتحالف بالنسبه للحديده على اعتبار حتى الى الان لا زالت هناك تقارير وهناك ايضا محاذير روسيه من سقوط الحديده لما لها من اثار نفسيه على القسم لما لها من اثار انسانيه على المجتمع اليمني هي تحذر من هذا الاتجاه لكن وكانت هناك ايضا الامم المتحده والولايات المتحده الامريكيه ايضا سابقا ترى انه خطا أحمر لجوانب انسانيه وغيرها لكن الان بدات هناك نفس هذه الادوات تتداعى مع الموقف الشرعي والتحالف لأنها أدركت أن إيران من خلال هذا العمل التوحيشي الكبير وارتباطها بهذه الأذرع ومن أيضا التقارير الكبيرة التي تمد هذه بالأسلحة المهددة للأمن القومي العربي وبالذات الخليجي أعتقد أن هذه كلها دفعت وأيضا المقايف الدولية من خلال أيضا توسع إيران في هذه المنطقة وتلغيمها وتفجيرها وتزجير البحار على الممرات الدولية والمصالح الإقليمية والدولية كان جرس إنذار لهذه مصالح دفعت بهذه الدول انها تتباهى بشكل كبير مع مطالب الشرعيه ومطالب ايضا دول صراحة. التحالف وبدا الان هذا أه. بشكل واضح الان من خلال هذا التعامل الكبير والتعاطي مع التحرير باتجاه الحديده والذي سيكون له اعتقد تاثير بالغ على ايران وعلى اذرعها في اليمن. وقد شاهدنا ذلك كما تقول في هذا الخطاب الاخير لعبد الملك أه. الحوثي، طيب دعنا نكمل حوارنا استاذ عادل المسيحي لكن قبل ذلك نذهب الى فاصل قصير، بعده مشاهدينا نستكمل هذا الحوار تفضل بالبقاء اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام الى هذه الحلقه من المساء اليمني اجدد الترحيب ايضا بضيفي هنا في الباحث في العلاقات الدوليه الاستاذ عادل المسني استاذ عادل إذا كان هناك استحضار أيضا في يعني خطاب عبد الملك الحوثي لمفردات جديدة، هناك إشارة لطابور خامس، ربما هذا كان أمر جديد، هل هذا يعني هذا الحديث هو خطاب موجه نحو أو لجناح المؤتمر الشعبي العام المشارك في الانقلاب باعتبارهم هم موجودين بداخل المناطق التي يسيطر عليها الانقلابيون أو يسيطر عليها زعيم الميليشيا. اعتقد انه يستهدف القوى الاخرى الرافضه للحركه الحوثيه والانقلاب عموما التطهير الذي اشار له الحوثي وايضا الطابور الخامس هو مخيف ومرعب حقيقه لانه ياتي في سياق هذه التطورات والضغط الشديد الذي يتعرض له اعتقد انه قد يندفع الى اتجاه تصفيات كما يقول وتطهير للبعد الاخر في صنعاء وغيرها من هذه المحافظ وهو يدرك تماهي هذا المجتمع المتنوع والوازع داخل صنعاء ويشعر بانه ربما يكون له تداعيات تتماهى مع هذه الانتصارات الكبيره خاصه اذا تحررت الحديده وبالتالي هو يبدا الان يشعر بهذا القلق هذا الهاجس المخيف له لانه يشعر ان صنعاء ليست معه وترفضه تماما لكنها تحت القمع والاكراه لكن اما هذه التحولات الكبيره التي يشعر بقدومها مع بثاق هذه العمليه العسكريه التي ستدشن الان وهناك استعدادات هائله وواسعه باتجاه ايضا تدشينها هو يشعر بان سيكون لها تداعياتها واثارها على هذا البعد المتنوع والكبير الواسع والحاضر للشرعيه والرافض للانقلاب في صنعاء وغيرها من المحافظة فيحاول ايضا ان يستبق هذا الحدث الكبير وتداعياته المروعه على المجتمع الواسع والمتنوع في صنعاء من خلال هذه الاشارات المخيفه والمرعبه في اتجاه التطهير والطابور الخامس وهو اتهام حقيقي لهذا المجتمع وهو ايضا بدايه لعمليه قمعيه وتصفيه قد تمارس ضد المدنيين والناشطين لكن ايضا الا يستهدف حلفائه في 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 داخل جبهه الانقلاب، يعني هناك كثير مما يطرح ان لديهم مخاوف حقيقيه زعيم ميليشيات الحوثي في خصوص وجود تسويه سياسيه معينه يستفيد منها جناح المخلوع ولا يستفيد منها هو كزعيم جماعه انقلابيه لها قوه عسكريه اكثر مما لها حضور سياسي مع دول خارجيه اخرى. اعتقد انه المساله التسويات ستاتي بعد او اتفاقات ليس بالضروره تسويات التسويات, التسويات يعني. هي مطلوبه حقا من كل الاطراف على المستوى الاقليمي والدولي وهناك ايضا العمليات العسكريه ايضا مرتبطه بهذا البعد بمعنى انه تحقيق انتصار عسكري يهدف ايضا الى تسويات هذا بعد مهم جدا اعتقد انه الحديده ستفرز هذه المتغيرات بشكل كبير لان سيكون لها انعكاس على النفسيه وعلى ايضا الواقع الميداني والعسكري والسياسي للحركة الحوثية والانقلاب عموماً وبالتالي سندفع باتجاه مكرها باتجاه أي حلول وتسوية مقترحة في المستقبل وأعتقد إنه هذا بعد استراتيجي ومهم أيضاً للتعالف والشرعية وهو أيضاً تحقيق السلام المنشود. عن طريق ايضا عمل عسكري يستطيع ان يكبر هذه القوى التي لا تؤمن الا بثقافه القوه، اعتقد أن تحقيق هذه الانتصارات الكبيره ايضا تهدف الى الضغط على المعنويات وهذه الانكسار وتحقيق انكسارات ايضا تحول هذه المجاميع التي لا تؤمن الا بالتسليح والقوه وغيره الى ايضا ان تكون ان تتحول الى احزاب سياسيه تمارس عمل سياسي في الواقع وايضا تشارك في تسويات قادمه، هذا هذا ايضا وارد من خلال العمل العسكري، لكن المهم الآن هو العملية الحسم والسير في هذا الاتجاه لأنه ليست هناك بوادر حقيقية لهذه القوى الانقلابية بالسير وليست هناك ضمانات حقيقية للتسوية من خلال أيضاً الأطراف الدولية والإقليمية التي تمثل هذه القوى ومن هنا تأتي أيضاً أهمية السير في طريق تعرير الحديدة التي ستفتح أبواب كثيرة جداً في طريق التسوية. طيب هذا يدفعني إلى التساؤل، ما الذي يجب أن تفهمه؟ هو الدول باختلافها سواء الدول الإقليمية المشاركة في التحالف العربي أو حتى الدول الكبرى مثل أمريكا مثل بريطانيا أو من هذا الخطاب الذي يعني ألقاه عبد الملك الحوثي في هذه في يعني قبل يوم بالنسبة للخطاب هو يفجر قضية مهمة، كنا نركز كنا نركز عليها بشكل مستمر ونعبر عن شخصية هذه الجماعة بأنها حركة طائفية وأنها مرتبطة بإيران وأنها أحدى ذرع إيران وأنها لا تختلف تماماً عن هذه المجاميع الموجودة في العراق المذهبية الطائفية التي ترتبط أيضاً بدولة دينية إقليمية كبيرة تفخخ المجتمع العربي بشكل عام بهذه الجماعات الطائفية في إباء عقب مجيء الربيع العربي الذي جاء أيضا ليدعو لتيار جامع ضد الفساد وضد الاستبداد والتحول الديمقراطي في المنطقة فجرت إيران هذا البعد الكبير داخل العراق وسوريا واليمن لحرف بوصلة الصراع باتجاه أيضا هذا التفخيخ الطائفي الكبير بدأ الآن ينكشف بشكل كبير كان من كان في البداية أيضا ينطلق كما يدعي من بواعث إرادة ثورية كما يدعي لكن الآن بدأ يتقوقع تماما حول البعد الأصيل الذي يربطه بإيران وبدأ البعد الإيراني واضح وقليل لا غبار علي الآن من خلال هذا الخطاب الآن الذي بدأ يعبر تماما عن ارتباطه الكامل بإيران ويبين تماما دور إيران في المعركة في اليمن كما دورها أيضا في بقية المنطقة الآن إيران تحاول تفجير هذا الصراع بشكل كبير الصراع الطائفي أيضا لتنقل المقابل لدول الخليج والمنطقة بشكل عام تريد أن تقول إيران بأن لديها أذرع باستطاعة أن تشل حركة هذا التفاهم الكبير الإقليمي والدولي طيب برأيك يعني مع وجود تغير نوعا ما في سياسة دولة, سياسة دولة كبرى مثل أمريكا تجاه الملف الإيراني على الأقل في الظاهر هل يعني سيؤثر هكذا خطاب في دعم الشرعية والتحالف العربي في إعطاء نوع من الزخم الأكبر لما تريده من عمليات وكذلك في إطار أي عملية تفاوضية قادمة ممكنة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي والمتحدة تدرك تماما ارتباط هذه الحركة بإيران وأيضا الأبعاد الأخرى الطائفية سواء في العراق أو في سوريا أو غيره يدرك تماما وعندهم معلومات موثقة حول دور إيران ودعمها أيضا لهذه البؤار الموجودة في المنطقة وأيضا لدورها في أيضا استجابة أيضا لرعاية غربية في حكم أوباما نتيجة للمخاوف التي فجرتها الربيعات العربية في المنطقة العربية أعتقد أن هناك رعاية إقليمية لدور إيران حاولت أن تحرب بوصلة هذا الصراع باتجاه هذا التفخيخ الطائفي استفادت من هذه الدول المجتمع الدولي ايضا من هذه الفوضى العارمه في المنطقه العربيه واستطاعت ايضا ان تشل حركه الربيعات العربيه وتفرض واقع جديد، اعتقد انه هنا انتهى دور ايران وبدا الان الاداره الجديده تفكر بمضامين اخرى، الان صارت ايران مقلقه جدا للمنطقه العربيه بشكل عام، بدات الفوضى عارمه في العراق ايضا في سوريا في لبنان في اليمن وليست لها نهايات ايران وهذه المجاميع ليست لها هدف ولا سقف انما تفجير المضي في هذا التفجير وفي الخراب وفي الدمار وهذا ايضا يقلق المصالح الدوليه والمصالح الاقليميه، هناك مخاوف وهواجس كثيره جدا خاصه وهي تهدد الملاحه البحريه وتهدد المضائق البحريه في باب المندم وهي تحاول ايضا تسيطر على كل هذه المنافذ في البحر المتوسط في سوريا وايضا البحر الاحمر في اليمن وبدات تستهدف بالبوارج والسفن الاقليميه وبالتالي هناك خطر دائم على المصالح الغربيه والاقليميه بدات تتداعى من خلال هذه الـ 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 التشكل الجديد للموقف الدولي أيضا الملف النووي هناك أبعاد كثيرة جدا صارت إيران رأس حربة مخيفة لهذا المجتمع للمجتمع الدولي والإقليمي بشكل كبير طيب دعنا يعني لينضم لنا في الحوار أستاذ عادل الباحث والمحلل السياسي عفوا أستاذ عبد الهادي العزعزي ينضم لنا عبد الهاتف أهلا بك أستاذ عبد الهادي أهلا وسهلا أخي أستاذ عبد الهادي كيف قرأت ما جاء في مضمون خطاب زعيم ميليشيات الحوثي الأخير؟ الخطاب الذي أطلقه الحوثي الأخير خطاب ربما غير متناسق خطابا يطرح حالة جديدة حالة تبادل الأسرى والضغط في هذا الاتجاه يبدو أن الميليشيات أصبحت بحاجة إلى أسرع ربما لتعزيز الجبهة أو القيادة هذا من جانب والجانب الآخر ربما أن لديها أسرع جانب لدى الجيش الوطني وتحاول عملية الاستبدال او الضغط بالقيادات العسكرية التي تحتجزها هذا من جانب. على الجانب الاخر تعمل الجماعة خطابا يبث على التناسق يحاول شد المجتمع يبدو ان هناك تراخي وهناك حالة من المكسة امم <سؤال> <سؤال> طيب ماذا عن يعني الحديث والعداء هذا العاني الموجه للمؤسسات التعليمية، المعاهد، هناك ايضا يعني هجوم على وسائل التواصل الاجتماعي وحريات شخصية أمور كثيرة جاءت هذا في هذا الخطاب هذه هذه حالة العداء هي حالة من الإفلاس حالة من الخوف حالة من الاتهام الدقيقة بطابور الخامس هذه محاولة لعمل تماسك داخل هذه الجماعة التي اعتقد انها اصبحت الان تعاني من التفكك وبدات بعض الاطراف فيها تتراخى وبدا هناك نفور مجتمعي كبير بفعل حاله المجاعه بفعل السيطره على هذه الموارد بفعل عدم اصاله رواتب الناس، حاله التجويع التي يعانيها المواطنين، تسعى الجماعه الى خلق وهم العدو، خلق عدو داخلي من اجل مزيدا من التماسك، من اجل مساله اعاده تعبئه افرادها، هذه قضيه تعاني منها الجماعات دائما الجماعات التي تشعر بحاله من التفكك تحاول اختلاق عدو وتوهم هذا العدو، هنالك حاله من الكراهيه اي انها بدات تدخل مرحله الافلاس. يعني انت تطرح ان ما جاء في هذا الخطاب في سياق العداء تجاه مؤسسات تعليميه، تجاه حريات شخصيه، هو نوع من تشتيت الانتباه نحو ما يجري سواء في على المستوى السياسي او على المستوى العسكري والميداني؟ هذا اكيد ألف الجماعه الان لديها استعداد كامل لمسألة تبادل أسرع ربما بدأت تشير وفود بدأت تطرح عبر أطراف مختلفة أن لديها استعداد للتفاوض لدي لكن يبدو أن الوقت قد فات هذه الجماعة أولت في دماغ الناس تعاملت مع الناس بطريقة بشعة دمرت كل شيء دمرت قرن من حياة اليمنيين بكل ما تعنيها الكلمة دمرت النسيج الاجتماعي يعني تبنتقت هذه الجماعة أو تمترست خلف من هذا القوة وبالتالي اصبحت القوه هي الاداه او اللغه الوحيده للتعامل معها لم يعد الاخرين يثقون بها مساله الكراهيه هذه الجماعه قامت اشبه بجيش الرابع الاوغندي قامت في البدايه على شعار الموت اي ان هذه اللغه وهذه الكراهيه هي البضاعه الوحيده التي انتجتها الجماعه منذ ان حضرت بدات بالهجوم على الموروث الاسلامي بدات الهجوم على, على محاوله تصحيح الحق المقدس وكل والمظلمه وشغل المظلمه وتداعياتها هذا امتداد لثقافه المظلمه والاستعداد للمجتمع والاخر. طيب الحديث عن طابور الخامس لمن برايك كان موجها تحديدا؟ كل الاطراف التي في الداخل هي موجهه لكل الاطراف الداخليه لمن يعتقدون انهم مع التحالف من المواطنين اولا ومن جماعه المؤتمر الشعبي البعض يقول انها من جماعه المؤتمر الشعبي لكن ليست من الجماعه التي تقاتل معها هي تستعدي كل الاطراف الاخرى تقصد بها اعضاء التنظيمات السياسيه الاخرى المتواجده في المحافظات التي تسيطر عليها بدات حاله من الشك تدور حول هذه الجماعه بدات حاله من الخوف اي ان المعركه بدأت تنتقل إلى مناطق سيطرتها الداخلية إلى عمقها الاستراتيجي وبالتالي هي الآن تستخدم هذا الشعار اللي هو التخوين والتقويف من أجل فرض هيبتها وقبح الآخرين وكبح أي صوت معارض الآن أي أحد يشتكي يبحث عن راتبه عن لقمة عيشه يحاول أن ينتقد الجماعة سوف يعتبر طابور خامس ويتم التعامل معه بقانون الطارئ طيب طول هذه الخطابات استاذ عبد الهادي وانت يعني تحلل في المضمون كتحليل سياسي لهذا المضمون هل يعكس رسائل معينه انه بالنسبه للوضع الذي الوضع الداخلي بالنسبه لميليشيات الانقلاب هل هناك من رسائل يمكن فهمها عبر هذا الامر؟ هذه الرسائل تدعو الجماعة إلى مزيد من التماسك إلى الترابط إلى حماية بعضها البعض إلى عدم الركون على أحد حتى على جماعة المؤتمر الشعبي إلى البقاء في أنساق متقاربة إلى التركيز على كيفية حماية قياداتها إلى تخوين المجتمع الذي كان واقفا معها الجميع بدأت الآن تشق في خطاب كل الأطراف التي وقفت معها بدرجة أساسية البقية هم خصوم وأعداء وهي الآن بدأت تحصر نفسها تحاول قدر الإمكان أن تبرز أن هناك عداء ديني وهناك حرب دينية وهذا كله هراء وكلاما فارغا الحديث الطويل كان مملا الحين تركز عن الإيمان وكأنها رسالة عقائدية إلى الجماعة نفسها لمحاولة ترابطها لأنها بدأت تعاني التفكك والتمزق، كما لم تتلقى اي خطاب ايديولوجي ففي الفتره الاخيره هي عباره عن مجامع من المقاتلين ضربت حلقات التواصل الاساسيه داخلها وبالتالي هذه الجماعه تعاني الان تمزق ارباك ايضا لا تدري هل قيادتها لا زالت في الداخل ام في الخارج وهذه جزء من الاشكالات بدات تسقط في اضحيه الاعلام المضلل والكاذب الذي مارسته طوال الفتره الماضيه من انها وصلت الى العمق السعودي وانها تستهدف وانها مسيطره اليوم هي تتقلص بشكل كبير واليوم تتهدد اهم الموانئ التي تشكل مصدر دخل كبير لهذه الجماعه ولبقائها ميناء الحزيزة برغم ان الجماعه مارست نوعا كبيرا من الاجحاف اللا متناهي جماعه قامت على القتل تقتل كل متحرك على الارض منها او من الخصوم مثلما مارست مع بقيه المناطق اتهمتهم بانهم ارهابيون وداعش وغيرها. هذه الاتهامات هي قرارات اعدام في الاخير. اشكرك استاذ عبد الهادي العزع المحلل السياسي كنت معنا في النقاش في هذه الحلقه كنت معنا عبر الهاتف من التعز من تعز اعود لك استاذ عادل المسلي استاذ عادل اذا هناك كما تفضلت انت تركيز واعتراف متكرر إذا بالعلاقة بإيران بالنسبة لعلاقاته الدولية زعيم ميليشيات الحوثي هل بات يائسا من أي علاقة مع أحد آخر بخلاف إيران؟ الحركة الحوثية ليست لها ارتباط بشكل بناء علاقة حقيقية مع الآخر لأن دائما الشك وعقيدة الشك هي التي حتى في علاقاتها الداخلية مع المؤتمر وغيرها من القوى لأنها أيضا ليست لديها ثقافة وليس لها أيضا بعد في هذا أنا أتحدث عن علاقة تبنى على يعني نوع من المصالح السياسية هل سد هذا المجال بالنسبه لي علاقتها الخارجيه مرتبطه بشكل اساس مع ايران وايران هي التي تنظم الناظم لهذه العلاقات ومرتبطه ايضا بسياسه ابعاد ايران اعتقد انها حلقه تدور في فلك ايران وبالتالي هي اجنده من ضمن الاجندات المختلفه لايران في المنطقه وهي تنفذ سياسات استراتيجيه لايران في ارباك المنطقه وبالتالي دول الخليج واستنزافها في هذا الغرس شوكه في خاصره الخليج اعتقد ان الحركه الحوثيه هي اداه من ادوات ايران وليست لها هي ليست هي مستقله بذاتها هي ترسم سياسات داخليه وخارجه وانما هي انبثاق لسياسه استراتيجيه انبثقت عن دوله مركزيه وهي ايران وبالتالي فخقت وفجرت قلنا المجال الواسع العربي بما فيها اليمن وبالتالي هي مرتبطه بشكل مركزي واساسي وهذا تعبير واضح الان عن هذا الارتباط الذي كان يحاول ان يتنصل عنه سابقا الان في انكشاف هناك انكشاف كبير وارتباط وارتماء وتوضيح لارتباطه الكامل والتصاقه بايران وهذا ايضا هو ما كنا نعبر عنه بشكل دائم منذ السابق وهو ما اخاف دول القليل ودفع ايضا للتدخل في معركه اليمن لأنها تشعر انها تهديد ايراني لوجودها وامنها القومي والعربي وبالتالي دخلت بقوه وبشكل سريع وعاجل لتصد هذا البعد الايراني المخيف في خاصره الخليج الذي يهدد الامن القومي العربي ويضربه في عمقه في اليمن وبالتالي هذا بدا الان يتضح من خلال هذه الرساله الواضحه التي كان يحاول ان يتنصل عنها وتغطى بشعارات كثيره جدا الان امام هذا التغير الكبير في المشهد اليمني واقتراب المعارك من صنعاء والحديده وهي معاقل أساسي في طريق الحسم العسكري الكبير، بدا ايضا يستنجد بايران ويكشف عن اوراقه بشكل واضح وقليل. اشكرك استاذ عادل المسني البحث في العلاقات الدوليه كنت معنا في حلقه اليوم وصلنا الى ختام هذه الحلقه، كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه والانصات. في ختام هذه الحلقه تقبلوا تحياتي انا وجهي السمان وتحيات زملاء منصور النقاش ومحمد المقبل وبقيه افراد الطاقم الفني. الى حين الملتقى دمتم والوطن بألف خير في امان